أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في العربي الجديد: العراق تحشيد لتظاهرات جديدة تضامنا مع والدة الناشط إيهاب الوزني. ونقرأ في المدى: لا إحصائيات دقيقة عن العمالة الأجنبية والعمل تتوعد بمطاردة غير الشرعيين. وجاء في الزمان: المتقاعدون يهددون بالتصعيد احتجاجا على تدني الرواتب. ونقرأ في العربي اللندنية: الاتحاد الأوروبي لقادة لبنان لا مساعدات قبل تطبيق الإصلاحات. وجاء في موقع عربي 21: الاحتلال يقمع مظاهرة بباب العمود ودعوات للنفير الاثنين. نتصفح في الرأي الأردني: العفو الدولية تدعو إلى تحقيق بشأن الرئيس الإيراني الجديد في قضايا جرائم ضد الإنسانية. ونطالع في الخليج الإماراتية: تمدد طالبان ميدانيا يطيح بوزيري الدفاع والداخلية في أفغانستان. أهلا بكم. جاءت زيارة إسماعيل قائاني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد الأخيرة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتواصلة، وفي سياق السياسة الإيرانية للوقوف على كيفية التعامل معها بما ينسجم والحفاظ على المصالح الإيرانية واستمرار تنفيذ المشروع السياسي الإيراني داخل العراق. إياد العناز يرى في صحيفة البصائر أن زيارة قائاني للعراق جاءت لضبط الإيقاع بين الميليشيات والحكومة. قام قائاني باللقاء بالعديد من مسؤولي ميليشيات الولائية والأحزاب السياسية، وناقش معهم عددا من الملفات، منها مستقبل الانتخابات العراقية القادمة في تشرين أول والتصعيد الميداني الأخير بين حكومة بغداد وبعض من الفصائل المسلحة. تزامنت هذه الزيارة مع وجود سعيد خطيب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الذي زار بغداد والتقى بعدد من المسؤولين السياسيين في حكومة بغداد ومسؤولي بعض الأحزاب السياسية، وبحث مع الجميع الأسس والضوابط التي ستقوم عليها الانتخابات العراقية، مؤكدا استمرار الدعم الإيراني للعملية السياسية في بغداد وتشجيع إقامة الانتخابات بموعدها المحدد وتوسيع العلاقات المشتركة بين الطرفين. تعكس هاتان الزيارتان الأهمية التي يوليها النظام الإيراني لمجمل الأحداث القائمة في العراق، منها الأحداث الميدانية التي أربكت المشهد السياسي العراقي والأجواء التي أحاطت بعملية اعتقال قاسم مصلح المسؤول عن اللواء 13 المعروف باسم الطفوف لاتهامه باغتيال ناشطين عراقيين ومنهم إيهاب الوزني، أحد أبناء محافظة كربلاء، أحد الشباب البارزين والمشاركين في ثورة تشرين المباركة والمدافعين عن حقوق أبناء الشعب العراقي والمطالبين بإنهاء النفوذ الإيراني ودور الميليشيات المسلحة وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وحماية المتظاهرين في العراق. الكاتب يشير إلى أن إيران سعت عبر هاتين الزيارتين لتطويق عملية الاعتقال وتداعياتها وضرورة إيجاد خطوات ملائمة تدعم إعادة العلاقة بين حكومة بغداد والميليشيات المسلحة وتهدئة الأوضاع الداخلية، والعمل على عدم التصعيد خلال هذه المرحلة واحتواء الأزمات تنفيذا للتوجيهات الإيرانية الساعية للحفاظ على مصالحها وسير المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا. تبرز بقوة هذه الأيام العديد من مواقف وحوادث التجييش الطائفي في العراق من قوى سياسية وأخرى دينية اعتادت اللعب على الوتر الطائفي كلما حاول البلد لملمة جراحه من نتائج الفتنة التي مزقته منذ سقوطه في براثن القوى الظلامية الفاسدة بعد عام 2003. صحيفة القدس العربي تقول في تقرير لها إن هذه الدعوات تريد جر البلد مجددا إلى الفتنة والانقسام لتحقيق أهداف محلية وإقليمية.
لا شك أن هذه الدعوات التي انتشرت عبر وسائل التواصل للمساس بمسجد أبو حنيفة وتمثال أبو جعفر المنصور بهاشتاغ لا مكان لأعداء أهل البيت قد أثارت غضب العراقيين، لأنها تمس جزءا حيويا من تاريخهم وعقيدتهم الدينية السامحة، دون استبعاد النوايا الخبيثة من وراء طرح هذه الدعوات بمثل هذا التوقيت، مستغلة عجز الحكومة عن لجم الأفكار الطائفية المدمرة التي تطلقها أحزاب وفصائل ولائية بين آونة وأخرى ضمن محاولاتها المتواصلة في نبش التاريخ وتشويه أحداثه من أجل قطع صلة العراق بمحيطه العربي والإسلامي. ولم تكن بعيدة عن هذه الحوادث مراسم إحياء ذكرى مجزرة سبايكر، فرغم أن هذه المراسم تجري كل عام، ولكن ما ميز ذكرى هذه المرة هو تصاعد لغة الخطاب الطائفي وإلصاق الجريمة بالعشائر السنية في تكريت، حيث عمدت بعض القوى الشيعية إلى دس عناصرها بين عائلات الضحايا الذين توجهوا إلى المكان وقاموا بترديد شعارات طائفية وإهانات لأهالي المدينة، كما عمدوا إلى قطع الطريق بين بغداد وصلاح الدين والاعتداء على المواطنين ومنع سيارات سكان المحافظة من التوجه إلى بغداد وسط غياب دور الأجهزة الأمنية عن منع مثيري الفوضى والفتنة الطائفية. الصحيفة تضيف أنه إذا كان متفقا عليه أن دعاة التجيش الطائفي ومنذ 2003 لم يتوقفوا عن سيناريو تخريب المجتمع العراقي عبر إثارة الفتنة الطائفية بين أبنائه، وأن الدولة العميقة مستعدة لحرق العراق بأكمله من أجل إبقاء سيطرتها على الدولة ونهب مواردها، فإن بعض القوى لها أهداف أخرى، منها محاولة استعادة الشارع الشيعي الذي رفضها بعد أن كشف حقيقتها، أو محاولة خلق الأزمات لتأجيل الانتخابات المقبلة. ماذا قدمت لي الانتخابات؟ سؤال وجيه، انتخبنا ولم يتغير شيء. هذه نماذج من إجابات كثير من المواطنين العراقيين إذا سألتهم عن آرائهم في الانتخابات أو المشاركة فيها. بالمقابل يدعو زعماء الطبقة السياسية إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبدقة تامة، ويعتبرونها ضرورة ملحة لمعالجة مشاكل النظام السياسي وسوء الأداء الحكومي كذلك. إياد العنبر يرى في موقع الحرة أن هذا التباين بين رؤية المواطن والسياسي للانتخابات يؤشر على وجود تقاطع في الرؤى بين شرعية النظام السياسي ومشروعيته. المواطن يرى في الانتخابات مواسم انتخابية لا تغير شيئا من واقع فشل وعجز الحكومات عن تلبية متطلباته، أما السياسي فيرى فيها مناسبة لمشاركة سياسية تشرعن بقاءه في الحكم وسيطرته على موارد الدولة، ولا يهتم بما يجب أن يقدمه نظام الحكم إلى المواطن. على أرض الواقع نجد السلطة في العراق تزعم بأن شرعيتها تأتي حسب الأصول الدستورية وفقاً للعنصر الأول، ولكن شرعية تمثيلها للمجتمع السياسي مثلومة بسبب عجزها عن تحقيق منجز سياسي أو خدمي أو اقتصادي خلال فترة حكمها. فمعيار قوة وهشاشة النظام السياسي ترتبط بمسألة تبرير الشرعية ومدى تغلغلها في قناعة المحكومين، وشرعية السلطة تتجسد في دعم أو عدم دعم الجمهور لحكومته، في حين أن الطبقة السياسية في العراق تتمسك فقط بمدخلات الشرعية وهي الانتخابات، ولا تهتم بمخرجاتها التي يجب أن تنعكس في المنجز السياسي والأمني والاقتصادي الذي يولد القبول والرضا على نظام الحكم. هذه الأزمة في التفكير هي السبب الرئيس في اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم في العراق، ولذلك باتت الانتخابات في العراق عاجزة عن القيام بإحدى أهم الوظائف الرئيسة للديمقراطية، وهي تغيير طبيعة السلطة. الكاتب يقول إنه لا يمكن أن تغطى عورات النظام السياسي ومنظومة السلطة بانعدام المنجز من خلال الارتكاز على انتخابات تحولت إلى كرنفالات لتوزيع المقاعد بين الكتل السياسية والتي على أساسها يتم تقاسم غنائم السلطة. فالانتخابات عندما تكون عاجزة عن منح الشرعية للنظام السياسي والحكومات لا يمكن الثرثرة بشأن مشروعيتها القانونية أو الدستورية.
لبنان. يعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن لبنان على شفير الهاوية ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت، ثم يحذر من أنه لا يمكن تقديم المساعدة للبنان في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. صحيفة الخليج الإماراتية ترى أن هذا يعني أن لبنان دخل مرحلة الانهيار، وأن المبعوث الأوروبي الذي يزور بيروت يبدو أنه قطع الأمل في أن يخرج البلد من النفق المظلم الذي هو فيه في ظل هذه السلطة. بوريل ليس وحده الذي يدق جرس الإنذار. الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير خارجيته لودريان والبنك الدولي والعديد من المسؤولين العرب والأجانب الذين زاروا لبنان خلال الأشهر الأخيرة حذروا من غرقه، وطالبوا القوى السياسية التي تتحكم برقاب البلاد والعباد بأن تبادر إلى عملية إنقاذ سريعة والخروج من التجاذبات السياسية والكيدية والحروب الكلامية والخلاف على جنس الملائكة. لكن لا حياة لمن تنادي. الحقيقة أن لبنان وشعبه بات مختطفا من جانب هذه الطبقة السياسية التي استمرأت التسلط والفساد ونهب المال العام والسطو على مدخرات الناس وتبادل المصالح والمنافع بين بعضها من دون أن يرف لها جفن أو يسترعي انتباهها صراخ الفقراء والجياع والمرضى الذين يموتون على أبواب المستشفيات، أو الذين لا يجدون حبة دواء في صيدلية أو رغيف خبز يقيتون به جوعهم. صرخة الممثل الأوروبي بعد اجتماعه إلى المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم تعبر عن قلق العالم إزاء لبنان المختطف الذي بات رهينة بيد طبقة سياسية فاشلة لم يعد يهمها إن جاع لبناني أو مرض أو مات أو هاجر، لأن الأهم بالنسبة لها أن تبقى في السلطة التي تحولت إلى جائزة كبرى لا يمكن أن تتخلى عنها. وتختتم الصحيفة بالقول إن المصيبة هي أن الطبقة السياسية في لبنان ما زالت قادرة على الإمساك بالخيوط التي تشد من خلالها العصابة الطائفية والمذهبية متى شاءت لإفشال أي محاولة للتغيير. يبدو أن أطرافاً كثيرة في المعارضة السورية تريد الاعتراف بأن التعاطي الدولي مع الملف اليوم لم يعد كما كان عليه في 2011، والاهتمام به من الفاعلين العالميين أصبح على هامش الهامش في ظل التسليم بالأمر الواقع، وبأن الملف أصبح في عهدة الروس والإيرانيين كذلك، وإلى حد ما الأتراك ولا سيما فيما يخص المعارضة وفصائلها، وأن أي حديث دولي في الشأن السوري يجري عبر هذه القنوات حصراً. هذا ما أشار إليه حسام كنفاني في مقاله بصحيفة العرب الجليل. رغم ذلك نرى أن أطرافاً في المعارضة السورية لا تزال غارقة في الخلافات الداخلية ومحاولات تغيير الهيئات التمثيلية القائمة، على الرغم من أن كل هذه الهيئات شكلية وهامشية ولا قيمة لها في حسابات الربح والخسارة السورية تماماً، كما هو حال النظام السوري نفسه الذي بات مرتهنا للقرار الروسي أساسا والإيراني بدرجة أقل. لكن يبدو أنها محاولة لتأكيد الوجود والإبقاء على مسار الدعم المادي متعدد المصادر الذي تنهل منه المعارضة السورية. أحدث حالات التلهي أو العبث محاولة أقطاب من المعارضة السورية العمل على تأسيس منصة جديدة لوراثة الائتلاف الوطني الذي من المفترض أنه يمثل الثورة وأطيافها، وهو أمر غير حقيقي إطلاقا. المنصة هذه يمكن أن تضاف إلى المنصات العديدة التي أنشئت منذ بداية الثورة وما كان يمكن أن تحمله من تغيير، إلا أن الأمر الآن مختلف تماما، وليس من شأن أي منصة جديدة المساهمة في أي تغيير بقدر ما يمكن أن تكون وسيلة للمناكفة الداخلية ومحاولة إيجاد صيغة تمثيلية تشبه ما كانت عليه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثلة الشرعية والوحيد للقضية الفلسطينية، وبالتالي أخذها في عين الاعتبار في أي مساع إلى حل سياسي لاحق للوضع السوري. الكاتب يقول إنه لا شك في أن هناك حاجة سورية ماسة لهيئة تمثيلية حقيقية بديلة عن الائتلاف السوري والذي عمليا لم يعد يمثل إلا مصالح الدول التي ترعاه، لكن هذه الهيئة لا يمكن أن تكون عبر شخصيات مرتهنة أساساً لمصالح دول أخرى.
نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا عن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وعن ظروف انتخابه وتحضيره لخوض الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى مراحل إعداد إبراهيم رئيسي ليتحول من قاض إلى رئيس بواسطة ما وصفته المؤسسة الأمنية القوية في البلاد. وأضافت الصحيفة أن قوة جديدة تظهر في إيران بدعم من المتشددين والحرس الثوري. الصحيفة قالت إن رئيسي كان قاضيا غير معروف نسبيا عينه خامنئي على رأس مؤسسة دينية مهمة في مدينة غرب مشهد، إلى أن زاره مسؤولان عسكريان رفيعان في أيار عام 2016. وذكرت الصحيفة أن ذلك اللقاء الذي لم يصدر عنه تفاصيل آنذاك جمع القاضي إبراهيم رئيسي مع رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي جعفري والجنرال قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في العراق عام 2020. ووفقا للصحيفة، اعتبر مراقبون الصورة الصادرة عن ذلك اللقاء بمثابة تحضير لرئيسي من قبل المؤسسة الأمنية القوية في البلاد الحرس الثوري ليكون حاملا للوائها. وتابعت الصحيفة أنه بعد عام على ذلك اللقاء خرج رئيسي من بين حشد من المتشددين كأقوى منافس يخلف الرئيس المعتدل حسن روحاني. ونقلت الصحيفة عن مسؤول يعمل في هيئة حكومية جنوبية إيران قوله إن الرئيس الجديد هو من بين أقل الرؤساء الإيرانيين انخراطا في السياسة، وأضاف أن لدى الآخرين نوعا من الهوية السياسية المستقلة لكنه لا يملك شيئا ولا يملك كاريزما، حتى أنه ليس متحدثا جيدا، سيكون دمية في ظل وجود السلطة الحقيقية في أيدي الحرس الجمهوري والمرشد الأعلى الذين يريدون تنفيذ مشاريعهم من خلاله. الصحيفة أشارت إلى التكهن الكثيرين بأن رئيسي كان سيخلف خامنئي في منصبه، لكنها قالت إن الأخير ومن حوله يرون فيه مخلصا يستطيع تمهيد الطريق أمام التغييرات الكبيرة التي يمكن أن تعزز الجمهورية الإسلامية، وأن رئيسي يمكن أن يكون السفينة المثالية لطموح المتشددين. استعانت شركة تكنولوجية صينية بكاميرات داخل مكاتبها مزودة بتكنولوجيا التعرف على الابتسامة، بحيث تسمح بدخول الموظفين إلى المكاتب بناء على مدى السعادة البادية عليهم. ويمثل هذا النمط من الكاميرات المعتمد على الذكاء الاصطناعي جزءا من توجه للمراقبة بدأ في الظهور بإمكان العمل داخل الصين بأماكن العمل داخل الصين بالأحرى، ويركز على مراقبة استخدام الموظفين لأجهزة الكمبيوتر لقياس فترة استراحة الغداء التي يحصلون عليها من خلال كاميرات مراقبة، بل تتبع حركة العاملين خارج المكاتب كذلك باستخدام تطبيقات على الهواتف المحمولة. من جانبها قالت شركة كانون إنها ابتكرت هذه الكاميرا من أجل إضفاء نفحة من التفاؤل على المكاتب في فترة ما بعد جائحة كورونا. ومع ذلك يرى الكثير من الموظفين أن التكنولوجيا الجديدة مريبة وتقتحم خصوصياتهم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.